بهذا الإطار رح يكون معنا فريال أبو طوط، هي المعنفة، رح تكون معنا مباشرة عبر سكايب، ورح يكون معنا بالاستوديو كمان خضر طالب شقيق الرجل المعنف وزوجته بالغرفة المظلمة، ورح يكون عنا والدتك كمان بعد شوي تحكي معنا لنشوف شو الوضع تبع الأولاد ليتفسر بالطريقة اللي هلأ كنت عم بتقلي إياها. خليني بلش قبل مع فريال كونها صاحبة الحق بالتعبير عن حالها. أول شيء أوكي رح نرجع على فريال فوج جهود سكايب، كنت عم بتقلي إنه تحت الهواء كنت عم بتقلي دمرني دمرني، معلوم دمرني دمرني. أنا 12 سنة في تريما، أنا مرتي تغسل البندورة من التالج، يعني تحط المي على راس البندورة وتمسحه لتقدر تبيعه. كانت العالم كلها قاعدة ببيوتها نهار التتلوج، أنا أطلع رح يلقطني التوتر العالي حاجز دلول لشيل التالج، عرفت كيف؟ لأسترزق الله واعتيش. أنا أشتغل على البيكاب وهو مرتي تقعد طول النهار بالبسطة. بس خلينا بدنا نذكر المشاهدين انه انت خيو عم تحكي عنه انه هو شيء مش طبيعي، شكل مش طبيعي. يعني اذا بده يقول لك، اذا بده يفوت على التواليت ستريما بده ياخذ الانابل معه، معه انبلتان ومعه فرد. انا ما انا فزعه منه ولا لتخزيني، بس انا ستريما زلمه بخاف على اولادي كثير، يعني انا عايش كرمال اولادي. ستريما ببقى قاعد شوي بيطلع لي بيقول لي مثلا بدي سجل اولادي، يا انت انت بتموت، انت وخيك انتوا عدائي. لك يا خيي يا حبيبي، انت عدائي، بتفكر نحن اعدائك؟ لا نعم. نحن ما بدنا نحن انا وياك. ليش حط لك بالبيت؟ ليه حرق لك بيتك اول شيء؟ ما انا جايك بالحديث طلع قال لي، قلت له انا ما بسجل لك اولادي، ما فيي، بدك تموت كذا ومدري شو هو، بدي اسجل لك الاولاد، يعني سجل اولاده باسمه؟ ايه سجل لي اياهم. هن ما هن ما فيش معهم هويه. لا شو مرته هي معها هويه بس ضلت عند اهلها، لاش قد ما يعذبها ويضربها، ايه وما يسترجوا يجوا ياخذوها يعني لمرته قد ما يعذب فيها، حتى ممنوع حدا يسترجي، حتى امي ولا اهلي ممنوع انه مثلا يقولوا له شو عم تعمل بمرتك، ولا حتى اهلي بيفزعوا منه اكثر من احنا كنا نفزع منه على اولادنا. نحن ما بنفزع منه الا على اولادنا، كثير كثير مجرم. ستريما اجى لي قال لي، قلت له ما فيش مجال، صار طلعت امي قالت لي بده انتبهوا يلا شيلوا اواعيكم، وامي خلص يلا صيفت الدنيا شيلوا الثوب. قلت لها انا مش غشام، قلت لها يعني كيف بدي احط لي هي بالثوب؟ قال خلص خلص ما بتسترجي تحكي. قلت لها هو يعني عنده كره على كل العالم يعني؟ عنده السبب يعني؟ عنده حاله عداء كثير، شيء مش طبيعي. وقالوا انا وخيو اعدائه، ونحن يعني نحن بنتجنبه كثير. يعني اذا مثلا بدي اخذه مشوار قلت له انا مش فاضي ولا عندي شغل، بده يفتح مشكل. نعم. كيف بده يفتح المشكل؟ شنو المشكل؟ هاي قدامي اولادي، بشيل الفرد يا بشيل الانبل، بدك اكشن؟ بحط لي الفرد براسي، يلا شو بدك اكشن؟ هلا الغايه قلت له انا ما بحطلكش اولادي، ما بسجل لك اولادي، كيف بدي اسجلهم؟ نعم، خليني اخذ بس والدتك على الخط وارجع نعم. بعدين لاعرف التفاصيل منك ومن فريال. مساء الخير. مثل النور ست ام علي، المشهد بقلب الروبورتاج بفرجي انه حضرتك بتربطي الاولاد بالصوفة وبتتركيهم لحالهم بالبيت، شو تبريرك لهذا المشهد؟ حبيبتي انا بالنسبة الي قلبي طيب كثير، وانا نادري اولاد ابني ندرتن على النبي قايلة ندرتن لحتى ستلوا اولاد لانه انحبس 15 سنة. هذا الصبي نديته للنبي قايله يا ست ريما. طب ليش لكن عم بيصير هذا المشهد قدامنا؟ نامت على راسي نومي مرت خضر، رندا القدوره نامت على راسي مرت خضر، قالت لي الا انا على ولو بياخذون على مؤسسي، انا معي مرض السرطان. نعم، طب خليكي معي عم تحكي عن زوجتك. شو قالت؟ بس خليكي معي ام علي، شو قالت؟ بياخذونك هي بياخذونك الاولاد. خليكي معي. قال الماما المرتي نامت على راسها نومي انه عملت لها فيديو هي ورابطه البنت، امي بتربط البنت مثلا اذا بدها تصلي ولا لا تعمل قهوه ولا شيء، هي عم تقول ولحالة البنت بالبيت تبقى احيان؟ لا لا لا، ما امي بتضلها موجوده بالبيت. نعم. بس بتربط مرتي امي البنت، عرفتي كيف؟ انه مثلا اذا بدها تفوت على التواليت ولا شيء، لانه عندها على طول امي القهوه على الطاوله وبتبقى سخنه. طيب خليني ارجع لعندك ست ام علي، قبل ما كفي موضوع الاولاد، شو رايك باللي بيعمله ابنك بمرته؟ حبيبه قلبي انا بالنسبه الي انا معي سرطان ومعي ضغط ومعي سكري ومعي انا السوخ. السرطان بياكل لي الحديد الاحمر.
سؤالي يا معالي انه انا بربطها لانه ما يضمن من ايدي. اوكي 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 ما عم بحكي عن الاولاد هلا، الاولاد برجع لهم 60 سنه يا سيدي، الاولاد برجع لهم بعدين، بس شو رايك باللي بيعمله ابنك علي بمرته فريال؟ ابني علي بياخذ احضابي يا ست ريم، ومعاه ورقه من رومي غير ما تصر غير ما غير مسؤول عن اعماله. وهي ست ريما، ما تجي على خاطره، ما بتجي على خاطره، بيعمل فيها هيك؟ على خاطره بيعمل فيها هيك؟ عندك بنات يا ست ام علي؟ انا عندي اربع بنات، ماتت وحده وبعد في ثلاث. عم بتقول ما بيجي على خاطر؟ انا عندي اربع بنات. شو ردك على هذا الموضوع؟ عندي اربع بنات، يعني عندك اربع اخوات بنات. ستريما الله رايتني اقدر الاربعه اذا ذل. عنده مرته، ستريما خليكي معي خليكي معي. مره اساسا ما بتسترجي تقول له، اذا بدها تاكل ما بتسترجي تقول له. يعني انسان هذا كثير 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 اكثر ما بتتصوري، ظالم، ظالم شيء مش طبيعي، عنده من نوع ال اجرام 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 اجرام، يعني كل قعداته اذا عم بقول لك اذا بده يفوت. بس والدتك عم بتقول انه هي من يعني انت ما عم بيزيد كثير يا ست ريما. خليني خليكي معي خليني اخذ فريال صارت معنا جاهزه. هو مساء الخير فريال، رح تعملي نبي؟ رح تعملوا نبي؟ هلا وكيلك هيك عم تبرر له. الله وكيلك هيك، حدي باولادي كل العالم، كل القوم كله، الدوله كلها بتعرفوا شو. طب شو ردك على امك عم برر له لحد هلا بعد كل شيء؟ ما بعرف، انا مصدوم كيف بعدك عم اساسا ست ريما ما بتسترجي تحكي غير هيك، لانه بتقول لك بيطلع وبيقتلني. بتعرفي هلا انا ست ريما كان عم بيحكي مع بي على التليفون، بتعرفي شو قالوا لي؟ بتعرفي حتى بالاحرى بي شو قال لي؟ قال لي بده يطلع يقتل لك اولادك. طيب خليني اخذ فريال على الخط، فريال؟ طيب ست ام علي عم بيقول ابنك خضر انه انت على طول من صفه لعلي. بعدها معي على الخط. انا طيب. ست ريما بطلب بس طلب واحد، اللي عم تعذبه انا هلا عرفتي كيف، والقعده اللي قعدها انا هلا عرفتي كيف، ما حدا بالكون. انا 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 حاسس انه انا رح اسقع. شو الحل؟ الحل انا بطلب بس من القضاء ياخذ لي حقي منه، من القضاء بطلب ياخذ لي حقي منه، عرفتي كيف؟ والله يضره بصحته مش بولاده. يعني نحن جايين نحكي عن مرته، طلع انه انت عندك حكي كمان اكثر ما في حكي على مرته. يعني انت عندك هم منه اكبر مثل هم ام. كثير كثير شيء مش طبيعي، انا ما انا زلمه، انا زلمه بيتوتي. طيب خلينا نشوف شو الحلول لهذا الموضوع، في موضوع يبدو انه في مساله في موضوع تاني حرجع له. بس فريال معي وصرنا وقت ناطرينها وهي ناطرتنا كمان. مساء الخير فريال. فريال انت معي؟ معك معك انا. طيب خليني اشوف هذا الوضع من امتى هيك؟ من امتى لهالدرجه العنف ماشي ببيتك؟ شو بدي خبرك يا ستنا؟ انسان بدي يتعاطى الحبوب، يعني شو بدي اقول لك اكثر من هيك؟ قولي لها بس كيف ضربك شفرات؟ سمعتي فريال شو قال خضر؟ سألتي للست ريما شو عمل فيك بالشفرات وكيف حلق لك شعرك وكيف قال لك بدك عينك ولا اسنانك وقبع لك اسنانك بالبنسة. سألتي للست ريما اللي معي صورهم هلا انا معي على التليفون. شو يا فريال؟ اكيد هم شافوني وشافوا الصور وشافوا. سألتي للست ريما، خليها تفهمون مني، خليها تسمعون منك على الهواء. عم بسمعك فريال، تفضلي قولي شو بدك تقولي. سولفي لها شو صار معك، شو عمل فيكي؟ انسان مجرم، شو كان يعمل لي؟ كان يربطني باجري وبايدي، كان يلزق لي، كان يغمض لي عيوني. طيب وشو كان وبشو شلك اسنانك؟ طيب خليني اسالك، شو السبب اللي كان يعطيك اياه ليعمل هيك؟ شو السبب يعني؟ ما عنده اي سبب هيك، ياخذ بالحبوب وتفقس معه. واوقات ما ياخذ حبوب. طب بس يوعى، بس يوعى او بس ما ياخذ حبوب مثل ما قال خيو، كيف بيكون؟ بس يوعى بيصحى لحاله وبصير بتندم انه كيف عمل فيه هيك.
طيب انت اشتكيت لاهله، واضح مثل ما قال خضر انه اهله حتى ما قادرين يتدخلوا بهذا الموضوع. اكيد اكيد ما حدا قادر، اكيد ما حدا قادر يتدخل فيه. نسترجي نحن نحن لك بحياه اولادك الغايبين عن عينك، نسترجي نحن نتعاطى معه ولا نفترع لاي؟ وشو يقول لك؟ ايه طيب. وشو يقول لك على الأنابل؟ شو بده يعمل فيي؟ وشو يقول لك بده يعمل بمارتي؟ يلا بدي يعني أكتنه. يعني انت واضح انه كمان عندك شكوى كثير كبيره عليه، بس خليني افهم من فريال انه يعني اهله شو رايهم بهالموضوع؟ اهله شفنا انه ما قادرين يعملوا شيء، كيف هربتي؟ شو قدرتي تعملي؟ قد ايه قعدتي بهذا الظرف اللي انت فيه؟ خبريني. ضليت عنده انا 4 سنين متزوجي منه. كان عطولي ربطني ويحبسني بالبيت، اكيد طبعا يسكر الباب علي وما يخليني اطلع لبرا ولا يخليني اتعاطى مع اي حدا ولا حدا حتى يتعاطى معي. طب خبريني شو قصه المخفر؟ لانه مثل ما عرفت هلا انه كان موقوف اكثر من مره هو 15 سنه. بس شو قصه انه الاولاد لما جنزروا حد المخفر شو صار؟ فريال وطي صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون، لانه هيدي الخبريه اساسيه اذا المخفر ما تعاطى مثل ما لازم مع الاولاد المربطين قدامهم. قولي لي شو صار بس نفهم. هيدي الصبح لما هربت انا منه قام راحوا زت الاولاد قدام المخفر. والمخفر كله شافوا يعني. المخفر كله شافوا عم بحط الاولاد قدام المخفر. انا انجرحت انجرحت كثير. بس شو بدي اعمل؟ بدي اتخلص منه يعني. شو ستنا ليه ما انت حطي حالك محلي شو بتعملي؟ يعني شو بدي اعمل يعني؟ زتيته وقلت ما شو بدي اياهم، بدي ارتاح. انا كثير كثير تعذبت معه كثير. انت اللي حطيتيهم قدام المخفر؟ مش انا، هو. اه هو، اوكي. طب توقف اكثر من مره وطلع شي مره توقف لانه عم بعنفك؟ لا ما معها هويه لتقدر ترفع. ولا مره توقف لانه عم بعنفك؟ لا ولا مره. طيب فريال انا بتامل بس تقدري تطمني على اولادك، وبتامل انه كل الاشخاص المعنيين بهيك موضوع، لانه في خطوره على كل العالم بهالحاله، انه يقدروا يتحركوا بهذا المجال. انا بدي اشكرك خضر، وعلى كل حال هذا الموضوع صار برسم كل الاشخاص المعنيين. واضح انه انت حتى وعائلتك مهددين بالقتل مثل ما خبرتني، والمساله واصله لمحل كثير خطير. انا بدي اشكر وجودك معي ووقفتك حد مرت خيك كمان. أست ريما انا بس عندي طالب واحد سريع. عندي طالب واحد بالنسبة إذا الدولة تقدر بس تساعدني، لأنه أنا وضعي كتير 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 متألم يعني. حتى يمكن راحوا شافوا، وحتى ست زهراء راحت وكشفت وشافت. نعم، على كل حال نحن رح نتابع المواضيع بكافة تفاصيله خضر، والأهم إنه الموضوع التهديد اللي لحقهم كلياتهم، حاسمعك تحت الهواء وشوف إذا في إمكانية نرجع نتابع الموضوع على الهواء.